لا نحن ما بقى عايشين، هذه ما حياة بلبنان. حالي بالويل، شوف طلع ما في حدا. هو كان عارف كيف يمشي البلد. قد يكون الموت بالنسبة للبعض هو المصيبة اللي بتبدأ كبيرة وبتصغر مع الأيام، إلا استشهاد الرئيس رفيق الحريري. المصيبة بدأت كبيرة وما زالت عم تكبر مع مرور السنوات. سحب الدخان الأسود اللي تصاعدت بالرابع عشر من شباط 2005 رفضت تفارق سما بيروت حتى بعد مرور 11 سنة، فكانت بكل سنة تتلبد أكثر وتنشر السواد فوق مختلف القطاعات والمجالات. كان عنده رؤية وكان عنده نظرة وكان عنده خريطة طريق وفريق عمل، وبالفعل هالشي تجسد على مجموعة من المجالات. من الناحية الأولى، الناحية النقدية المالية، أنقذ الرئيس الحريري العملة الوطنية من الذوبان. أما إذا بدك البعد الثاني هو المجال الإنشائي والإنمائي، حيث أنه كل المناطق اللبنانية أخذت حصتها من المشاريع التطويرية يلي رجعت عطت بحبوحة للمجتمع اللبناني. سكروا الشوارع، عتموا الشارات، زرعوا المدافع، هجروا الساحات. وينك يا حبيبي؟ بعدك يا حبيبي؟ صرنا الحب الصارخ، صرنا المسافات. 11 سنة وكرة الثلج الأسود الملوثة بحقد الحاقدين وإيديولوجيات الممانعة والمقاومة المزيفة عم تكبر. 11 سنة درجت ألوان بيروت من الزاهي للرمادي وصولاً للأسود. 11 سنة عادت فيها الغباير تستوطن واجهات المحلات، وعاد اليأس من وطن اسمه لبنان ينتشر مثل الفطريات بمختلف الأرجاء. باغتيال الرئيس الحريري كان ما أنه إذا بدك يعني اغتيال الاستقرار اللي كان البلد وصل له، أو كنا عم نحققه شوي شوي. رجعنا للتخلف حقيقة، لا في كهرباء وما في دولة وما في رئيس، يعني ما بعرف، ما شايفين الخطر العالم حقيقة. أنه ما سيت كل هالتعب وهالتحسين راح دعام. أيام بيروت أيام الحريري كانت كلها فتحة محلات هون، لمن استلموا هلأ هون الأوادم سكروهم كلهم، اجوا كسروا المحلات هون فوق سكروهم كلهم. هذه كلها كانت هون عايشين، كلنا عايشين، كنا ما في شيء هون، قاعدين بلا شغل، قاعدين كلنا هيك. حرام، انا كثير زعلانه، زعلانه انه يعني تخيل مثلا الشانزليزيه مسكره، دمطم مسكره. بعد في الشقف اللي نحن واقفين فيها ماشيه، عم بيجربوا بس ما راح يقدروا. وسط بيروت اللي أراد الرئيس الشهيد إيصال رسائل ضمنية من خلاله تتخطى الجمال والإبداع الهندسي، لطال جوهر الوحدة الوطنية وقدرة السلام على خلق المعجزات والإبداع، ضرب في الصميم شكلا ومضمونا، وأياد الغدر اللي امتدت على الرئيس الحريري بحياته ما تراجعت عنه حتى بعد استشهاده. يعني باغتيال الرئيس الشهيد قصفوا ظهر مش بس الميثاق الوطني بلبنان، وأيضا الاقتصاد اللبناني، وبرمزيته هو الوسط التجاري.